فالمجلة في جوهرها في أصلها إسلامية، ما عدا فصلين فيها، فصل التبني والمسألة الثانية تتعلق بالتعدد. هذا الذي أضافه ورقيبة. تحدثت في إذاعة خاصة زادة على إمكانية مراجعة فصل منع تعدد الزوجات في إذاعة إكسبريس أف أم. لا مش لا اسمع عليك عاد. لا مش تجيب لي مقطع ترى. قلت زوج فصول في مجلة الأحوال الشخصية تنعديو المجلة في جوهرها في أصلها إسلامية، ما عدا فصلين فيها، فصل التبني والمسألة الثانية تتعلق بالتعدد. هذا الذي أضافه ورقيبة الفصلين، وأضاف منع التعدد، وهذا أيضا يمكن أن يبتغى له أصل في الإسلام. تالي فالأمر بالتعدد هو ليس للوجوب كما يقول الأصوليون، وإنما هو أمر للإباحة، معناه جائز. تالي فالأمر بالتعدد هو ليس للوجوب كما يقول الأصوليون، وإنما هو أمر للإباحة، معناه جائز. اسمع عليك عاد. لا مش هيك. 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 ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية.